إكسبرس FM الأخبار. موجز الأخبار، أهلا بكم. شيعت منطقة واد الحطب من معتمدية سبيبة التابعة لولاية القصرين مساء اليوم جثمان الفقيد محسن الزياني الذي قتل أمس برصاص الديوانة في منطقة الباساج. وفي هذا السياق عائلة محسن الزياني تروي تفاصيل الحادثة موجهة رسالة إلى رئيس الجمهورية والقضاة لفتح تحقيق جدي ومحايد في ملابسات الحادثة. الحكاية صارت في محطة عباد سانة في كيران وعباد مروحة، راهي معناها وقت مرويح عباد معبي، معناها حتى العباد اللي تلمت اللي معناها كم يدعوهم نحن اللي هما تابعيني ما نعرفش منهم حتى واحد. في وقتها معناها العباد تخدم الداخل في حوانتها، لو خوج بد سلاح وعمل لك ايه نضرب وما نضرب وعمل لك كرتشين الولا في الهواء تلمت العباد، عباد في محطة وديواني لمن ضربوا ما مسوا حد وما دار بي حد، هو كيفاش مضروب وقام وضرب خويا بالكرتوش. وليدي ظلموه قدام ربي، ظلموه هو حابس هم ضربوه، وشفتوه والتصوير في الفيسبوك كان يدل على ذلك. عندي رسالة نحب الرئيس الموجهة للرئيس الدولة والقاضي والقضاء، عندي ثقة بالقضاة يقول لي حق أقول. عضو هيئة الدفاع في قضية أنستالينغو أمين بوبكر يفيد بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نظرت في جلسة اليوم في مطلب طعن تقدم به أحد أعضاء هيئة الدفاع لتعهيده القضاء العسكري بالقيام بالأبحاث اللازمة بخصوص الأمنيين الموقوفين في القضية ذاتها. وأكد أمين بوبكر في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن الدائرة قررت تأييد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 برفض التخلي سواء لفائدة المحكمة العسكرية أو القطب القضائي المالية، مع رفض مطلب الإفراج عن أحد الإطارات الأمنية المشمول بالبحث في هذه القضية. الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة يدين ما وصفه بالتساهل الذي تتعامل معه به السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في مداهمة بيوت الصحفيين وتفتيشهم واعتقالهم وحجز معداتهم على خلفية إيقاف الصحفي غسان بن خليفة. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت بالاحتفاظ بالصحفي غسان بن خليفة بعد مداهمة منزله وترويع عائلته وما رافق ذلك من خروقات إجرائية رصدها الفريق القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمعية المحامين المتطوعين، وخلو ملف بن خليفة من أي أدلة أو قرائن تدينه أو تضعه محل شبهة بإمكانية قيامه بجريمة أو أي علاقة بالإرهاب. من أخبار العالم، أعلنت السلطات السودانية اليوم بارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات منذ جوان الماضي إلى 117 وفاة و116 إصابة. وذكر المجلس القومي للدفاع المدني في بيان أن المياه المتراكمة والعواصف أدت إلى انهيار 42238 منزلا بشكل كامل و62495 بشكل جزئي وتضرر 346 من المرافق. نهاية موجز الأخبار، قدمته لكم سهيلة الصمعي. المشوار متواصل مع الأخبار الرياضية مع عزيز إلى اللقاء.